السلام عليكم. في الفيديو اليوم ان شاء الله راح اسوي معاكم وصفة جدا لذيذة وسهلة، اللي هي برجر الباذنجان. راح اصلح معاه صوص مرة لذيذ وبطريقة مرة سهلة، فلو حابين تعرفون كيف سويته تابعوا معي. اول شيء راح احتاج المجموعة خضار اللي هي باذنجان وفلفل رومي وجرجير وايضا طماطم بس ما صورته. وراح نحتاج للصوص ثوم وربع ليمونة وفلفل حار وكزبرة وقشطة رائبة وخردل وملح وفلفل أسود. أول شيء راح أبدأ صلح الصوص، لذلك راح أحط في صحن القشطة الرائبة والخردل وباقي المقادير اللي قلتها اللي هي الكزبرة والملح والفلفل الأسود وأيضا عصرة الليمونة راح أعصرها عليه، وراح اقطع الفلفل الحار والفلفل الرومي الى قطع صغار، وايضا راح اهرس الثوم وراح احطهم مع بعض. بعد كذا نخلطهم كلهم، كذا يكون الصوص عندنا جاهز. بعد كذا راح نقطع الباذنجان الى شرائح ونقليه او نشويه بالطريقه اللي انتم تفضلونها، وايضا راح نجهز الخضار اللي راح نحشيها بالبرجر اللي هي الطماطم والجرجير، ونجهز الصوص اللي صلحناه وايضا خبز برجر. راح استعمل صغير لانه حجم الباذنجان راح يكون شريحه صغيره، فيفضل اني استعمل برجر صغير. بعد كذا راح نبدا نجهز البرجر ونحط الصوص والباذنجان وباقي الخضار اللي احنا نحبها، وبكذا يكون برجر الباذنجان عندنا جاهز. زي ما شفتوا مره طريقته سهله، والفكره الاساسيه بالصوص. جربوه، متاكده انكم راح تحبونه، ولا تنسون تقولون رايكم فيه تحت في التعليقات، وتصورون ترسلون لي على حساباتي في السوشيال ميديا، روابطها تحت في صندوق الوصف. لو ما كنتم مشتركين معي لا تنسون تضغطون على زر الاشتراك، ولو حبيت الفيديو لا تنسون لايك. احبكم ومع السلامه.